السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال نتوما وحبابكم. عواشركم مبروكة ويدخلوا عليكم الصحة والهنا وراحة البال يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الفيديو، فيه هكا واحد جوج ديال الوصفات هكا بغيوش، وكذلك فيه واحد هكا مادلين او الفوندون ديال الشوكولات، لي وصفات جد ساهلين اللي غادي نحضرهم بالثيرموميكس. كيف كتلاحظوا معايا اللي جاتني هذا، يعني شريته وقلت هكا غادي نشارك معكم، اللي صراحه راه يعني كيفيد بزاف في الدار. انا هاد دابا راه كان عندي مصور هاد الفيديو بشحال هادي، يعني راني مجرباتو وعارفه كيف داير، وصراحه حاجه اللي ما كتندمش عليها الا شريتيه. الا كان في الاستطاعه ديالك انك تشريه يعني غير زعمي وخذيه، لانه فيه حسن كيسهل بزاف عليك الحوايج. وهنا غادي نشارك معكم هاد الجوج ديال الوصفات اللي في هذا الفيديو، اللي يمكن لكم كذلك تحضروهم بلا ثيرموميكس هكا بهال البغيوش، يمكن كدلكيه بيديك، والفوندو حتى هو يعني كدوبي هذيك الشوكولات والزبده في الميكرويف ولا في حمام مائي، يعني حاجه يمكن لك تحضريها بثيرموميكس ولا بلاش. غير هو ثيرموميكس شنو فيه مزيان، انه كيساعدك كيقلل عليك الجهد، يعني ما تبذليش واحد الجهد اللي هو كثير بحال الكليك. وصراحه العجينه ديالو رائعه بزاف، المسمن بغيوش الخبز اي حاجه فيها دلي كيخرجها لك مزيانه ومدلوكه على حقها وطريقها. بلا ما نهضروا على القوام ديال سلو اللي غادي نشاركوا معكم وغادي تشوفوا بعينيكم كيف كيكون، يعني ما كنستعملوش واحد الكميه هائله ديال الزيت. الا كنتم مهتمين بهذا الفيديو وهذه الوصفات، نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير وتدعموني بلي لايك ولي بارطاج، وتشاركوا مع احبابكم وصحابكم، وخليكم معايا باش نشارك معكم هذه الوصفات. صافي هنايا غسلت الثيرموميكس، يعني ضروري باي حاجه يعني اول استعمال كنغسلوها. هنايا غادي نختار هكا شي وصفه باش نجربها معكم. وهنايا كيف كتلاحظوا يعني كيكونوا هكا وصفات، نوجد هكا شي حاجه لكوتي، يعني الحاجه اللي في ساتوجد. المهم انا غادي نختار شي حاجه ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. هنايا اختاريت هكا، غادي نوجد معكم وصفه ديال الفطور ديال الصباح، وكذلك غادي نشارك معكم واحد الوصفه لكوتي. هنا غادي نبدي بهاد الوصفه هذه اللي غادي نوجدها ان شاء الله للفطور ديال الصباح ديال الغدا، هكا واحد الخبز بالحليب باش هكا نشربوه مع القهوه ولا يعني شي حاجه اللي هي سهله. هنايا غادي نبدي الوصفه معكم، غادي نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجوهم. هنا قال لك يعني وجدوا واحد زلافه، يعني واحد سلطي هكا شي باسينه فاش غادي نحطوا العجينه من بعد ما نوجدوها. هنايا نوطاو على سويفون باش نشوفوا المقادير. هنا قال لك نضيفوا 300 غرام ديال الحليب، نضيف 300 غرام ديال الحليب، وضروري يعني ما يكون الميزان يكون صفر. هنا راه عندي ناقص واحد كيف كتلاحظوا، هنايا نخليو حتى يولي صفر. هنايا غادي نضيف 300 غرام، هنا عندي 300 غرام. من بعد غادي نديرو يا سويفون، يعني كنبقاو نتبعوه هو اللي غادي يدير لنا الكيد، يعني بالنسبه لشي وحده ما كتعرفش طيب ما عليها غير تشري ثيرموميكس، يعني هو غادي يوري لك كلش الحوايج. هنايا غادي نضيفو 50 غرام ديال الزبدة، هنا فوت شوية أنا الزبدة معليش. هنا غادي نتبعو الوصفة ديالنا، قالك نضيفو 20 غرام ديال الخميرة ولا زوج معالق ديال الخميرة ساك. انا عندي الخميره ساش هي اللي عندي، صافي. هنا من بعد ما ضفت الخميره، هنا غادي نتبعوا الوصفه ديالنا. قال لك نضيفوا 20 ولا حتى 60 غرام ديال السكر، يعني كيبقى على حسب الذوق. بالنسبه لي غادي نضيف غير 20 غرام، يعني هذا كيبقى على حسب كل واحد.
يعني السكر من الاحسن ما نكثروش هكا في هاد لي بان ولي، حيت من بعد كندهنوهم بكونفيتور كندهنوهم يعني هكا بلاسل، يعني كنزيد شي حاجه. كيف لاحظتوا معايا انا هنايا درت معلقه واحده يعني كافيه، هنايا غادي نتبعو. في هذه المرحلة هنا يعني غادي يسخن لنا هذاك الحليب ويذوب الزبدة. هنا طلبوا لي انني ندير الفيتاس نمرة زوج، يعني كنخليها درجة الحرارة 37 بالنسبة للوقت يعني 3 ديال الدقائق. هنا من بعد ما غادي تمر هذه 3 دقائق غادي نتلاقاو. صافي هنايا هو حبس، يعني درنا لالارم، نعطيو على سويفون. هنا قال لك نضيفو 550 غرام ديال الفارينة. صافي هنايا هكا درت الفارينه، هنا غادي نكمل الوصفه. هنا قال لك نضيفو معلقه ونص صغيره ديال الملحه. هنايا غادي ندور هاد لو سيليكتور باش نجيب يعني هنايا باش تكون عندي. صافي هنايا غادي نديماري الغوبو ديالي، المده اللي غادي ياخذ لي 3 دقائق. صافي هو هنايا كمل هذاك العجين كيحلو، دابا ممكننا اننا نحلوه. وهنايا غادي نوري لكم العجينه كيف كتكون. ها هي العجينه ديالنا مدلوكه يعني، وصراحه ما كيداش الحس بزاف. انا كنت متخوفه انه يكون يعني بهذاك النوع اللي كيدير الحس بزاف. صافي هنايا هو قال لك يعني نديرو هاد العجينه ديالنا فواحد السلادي ونخليوها تخمر. هنا غادي نخليها تخمر على حساب ساعه، ولكن يعني ما عنديش الوقت باش نخليها كاع ساعه. غادي نسخن الفران ونخليها تخمر فيه غير ساعه، يعني سخنوا الفران ديالكم على 50 درجه حتى غادي يسخن، وكتقسموا يعني درجه الحراره على النص، ماشي الحراره ولكن الوقت ديال الاختمار كينقسم لكم على زوج هكا باش تربحوا الوقت. انا هنايا باش غادي نغسل الثيرموميكس ديالي باش نمر وندير الوصفه الثانيه. ما غاديش نستعمل السيستم ديال النيتواياج حيت كيف قالت لي لا كونسيير قالت لي كياخذ الوقت بزاف. غادي نستعمل غير توربو. بالنسبه ليا اختاريت الكوتي هاد لو فوندون او شوكولا هو اللي غادي نحضر ان شاء الله. هنايا نسخنوا الفران ديالنا على 200 درجه. هنا غادي نوجدوا هكا، هما قال لك نديروا دي غامكا، انا الصراحه ما غاديش نديرهم في غامكا، غادي نديرهم في اون بلاك هكا ديال الموفين. انا بالنسبه للوصفه هذه يعني قال لك هما غادي يديروا 4 ديال يعني 4 ديال الكاتو. انا هنا غادي ندوب المقادير وغادي نديرهم في دي بتي مول، يعني باش هكا تكون عندي واحد الكميه اللي هي كبيره. هنا قال لك نضيفو 100 غرام، انا غادي نضيف الدوبل يعني 200 غرام. هنايا غادي نتبعو الوصفه ديالنا. وهنايا قال لك نديرو على الفيتاس 9، بالنسبه للمده غادي تكون 8 ديال الثواني. المهم هنا قال لك يفو غاكلي لي باغوا، انا هنا غادي نستعمل غير سباتولا ديال ماشي ديال الثيرموميكس. غنوري لكم كيفاش ولات الشكلاط هكا، يعني ولات بودره ما عرفتش كتبان ولا لا.
هنا هنا كاين الظل، شفتوا كيف ولات لنا الشوكولات؟ يعني ولات هكا بودرة في 9 ديال الثواني، ولات لنا بهذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نتبعوا الوصفة ديالنا. هنا قال لك نضيفوا 50 غرام ديال الزبدة اللي كتكون مقطعة مرصويات، خمسين غرام، يعني حنايا غادي نضيفو 100 غرام، حيت استعملت كيف قلت لكم يعني الدوبل ديال المقادير باش عطيني واحد الكمية اللي هي كبيرة. هنايا قالك غادي نديرو الفيتاس نمرة 2. بالنسبة للمدة غادي تكون 3 ديال الدقايق، ودرجة الحرارة غادي تكون 50. هنا نمرة 2، وهنايا ها هي الشوكولات ديالنا دابت مع هذيك مع الزبدة. وهنايا غادي نكملو تحضير الوصفة باش غادي نضيفو هنايا البيض. هنا غادي نضيفو 3 ديال البيضات، يعني 6 ديال البيضات بالنسبة ليا. بالنسبه لهاد لو فيغ دوزور هذا، يعني كنستعملوه هكا حتى باش نشوفوا البيض الا كان خاسر ولا لا. يعني انا غادي نضيف هنايا 6 ديال البيضات، يعني ما غاديش نجي ونشدوا البيضه ونزيدوها على الخليط ديالنا. شي مرات كيكون البيض خاسر، الا ضفنا البيضه هكا راه الوصفه ديالنا مشات باطل. هنا غادي نضيف البيضه ديالي، المهم انا غادي نضيفهم ومن بعد نتلاقى. هنا غادي نضيف 100 غرام ديال السكر. يمكن لكم يعني تحضروا هاد الوصفات، ماشي ضروري انكم يعني تتبعوهم بالثيرموميكس، يمكن لكم تحضروهم بلا ثيرموميكس. هنا غادي ندير 100 غرام. صافي هنا من بعد ما ضفت السكر، هنا غادي نضيفوا 30 غرام ديال الفارينة. هنا غادي نخلطوا هاد المكونات. هنا نديروا لا فيتاس 3 المدة 15 ثانية. هنا هكا عمرت هاد ليمو ديالي. هنا غادي نبقى نضيف حبه ديال الشوكولات في وسط منهم. صافي هنا الفران ديالي مسخن على 200 درجة، وغادي ندخلهم لمده ديال 8 دقائق، ومن بعد ان شاء الله نخرجوا غادي نتلاقاو. هنا كنغطيو هذيك الشوكولات اللي حطيناها، ومن بعد ندخلوهم للفران مسخن على 200 درجة لمدة ديال 8 دقائق. هنايا هذاك لو بان اوليو او الخبز بالحليب هكا خمر كيف لاحظتوا، يعني ما كياخذش الوقت. انا هنايا سخنت الفران ديالي ودرتو فيه يعني هكا باش في ساعة. شوفوا تبارك الله العجينة كيف دايرة، رائعة بزاف. هنايا فوق سطح العمل ديالنا غادي نوضعوا الفارينة. هنا غادي نقطعوا العجينة على 3. هنايا هكا هاد يعني حضرنا هكا هاد لي بودان ديالنا. هنا غادي نكبدوهم الفوق هكا، وهنا غادي نبقاو نتفروهم.
هنايا هكا غادي نخليوها تخمر في هذه المرحله غير 30 دقيقه يعني كافيين، نغطيوها ونخليوها تخمر. صافي هنا من بعد ما مرت نص ساعه ولا يمكن لكم عاود تسخنوا الفران وتخليوها غير ربع ساعه يعني هكا البغيوش ديالكم ما بين الخميره يعني ما بين الاختمار والطياب كياخذ لكم ما وصلش الساعه. هنايا انا خليته 15 دقيقه في الفران هكا سخون. هنا عندي بيضه هكا مضربه اللي غادي ندهن بها هاد ماشي بغيوش ولكن هاد لو بان اولي هكا، حاجه اللي هي ساهله للفطور ديال الصباح كتجي رائعه. نديروها هكا نقدروا نزيدوا لها الشوكولات ولا يعني كونفيتور. صافي هنا هكا انا غادي ندهنها وندخلها للفران المسخن على 180 درجه لمده ديال 25 دقيقه. هادو هما جوج وصفات اللي وجدناهم. هنا عندي لو فوندون شوكولا وهنايا عندي هاد لو بان اولي. صراحه كيف تيجي رائع، خفيف خفيف بزاف. شوف كيف تيجي هكا معنا. شوف تبارك الله، يعني حاجه اللي هي صحيه هكا الفطور ديال الصباح. نتمنى ان هاد الفيديو هذا يكون اللي شاركته معكم هكا تكونوا استفدتوا منه، وانا غادي نخليكم في امان الله وحفظه، ونضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات وحدين اخرين باذن الله. الى اللقاء.